نبداو الدجاج. الطالب الاول اخت بغات الدجاج ديال العراسات. ايه انا نعطيها هذه الوصفه ديال الاخت حوريه مشكوره وتيجي غير يجربوا المستمعات تيجي لذيذ بزاف. غادي ناخذوا غادي نعطي المقادير ديال ثلاثه الدجاجات. غادي ناخذوا مثلا غدا غادي نطيبوا حنا غادي نوجدوه بالليل. ناخذوا داك ثلاثه الدجاجات غادي نغسلوهم بالملح مزيان والماء حتى نغسلوه مزيان وننقيوه مزيان ونخليوه يتصفى مزيان ينشف. تناخذوا نوجدوا واحد ثلاثه دروس ديال الثومه محكوكه مع واحد ثلاثه المعاق ديال الفورص ومعلقه كبيره ديال السكينجبير تنخلطوهم مزيان وتندهنوا به داك الدجاج من الداخل ومن برا وتنديروه في نخليوه في الثلاجه حتى للغد. اييه للغد الصباح تنغسلو عير شويه ما نكثروش ليه الماء تنغسلو عير شويه ونخليوه عاوتاني ينشف. تندوزو نوجدوا الشرموله تناخذوا تقريبا واحد اربعه دروس ديال الثومه محكوكه تنضيفوا لها شويه من البزار شويه من السكينجبير وشويه من القعقله. القعقله راه هي تعطي واحد المذاق لذيذ فعلا كتلذو بزاف. اييه وتنديروا واحد شويه ديال التحميره داك التحميره تيبدل اللون ديال الدجاج وتنديروا شويه من الخرقوم البلدي تناخذوا واحد الحامضه مصيره تنقطروها حتى هي تنديروا شويه من السمن الحار وتناخذوا قبطه من المعدنوس والقزبر تندقوها في المهراز وتناخذوا لها عين الماء ديالها. اييه نعصروها مزيان وناخذوا عين الماء ديالها وتنضيفوا شويه الملح وشويه ديال الزعفران شعره تنصهدوه واحد شويه ونحكوه بين يدينا. تنخلطوا هاد الشرموله كلها مزيان وتندهنوا بهذاك الدجاج من الداخل ومن برا. اييه وتنسدوه بالخيط نسدوا داك الرجيلات بالخيط والبلاصه ديال الجناوح ديال الصدر هي بالخيط باش ما يتحلش لينا وتنحطوه في الطنجره تنمرقوا وتنخليوه يطيب. مره تنبقاو تحطوا على الصدر ديالو هو الاول تنثقبوا داك الصدر بواحد الكيردون مزيان ومره تنبقاو نقلبوه بشويه وحنا تنقلبوا فيه حتى يطيب لينا مزيان ويتحمر. من بعد تندوزوا نوجدوا واحد كيلو ديال البصله تنشلضوها وتنحيدوا داك الدجاج من يطيب وترميوا داك البصله وتنضيفوا داك القشاوش ديال الدجاج. ممكن انا نطيبوا الكبده بوحدها او نضيفوها كامله مع داك المرق مع داك البصله. وتنخليه هاد الشرمل داك الدجاج تندهنوه بالزبده وشويه ديال التحميره وتندخلوه للفرن يتحمر وهذاك البصله تنخليه تعسل مزيان وتطيب حتى تنشف. ما يتنشف تقرب تنشف تنضيفوا كاس ديال الزيت ما بين زيت بلديه وروميه ونخليه عاوتاني مع التحراك حتى يغلى مزيان وينشف. ملي غادي ينشف لينا تماما ما يبقاش فيه نقطه ديال الماء غادي نضيفوا ليه كاس ديال عصير الليمون. شنو هو اللي غنضيفوا ليه كاس عصير الليمون؟ هذيك الشرموله اللي خليناها تتشرمل مزيان ديك البصله والقشاوش. ديال البصله والقشاوش الدجاج دخلناه كيتحمر وداكشي اللي بالمرق اللي بقى لنا في الطنجره تناخذوا منه واحد شويه باش نسلقوا الزيتون وتنطيبوه فيه الزيتون الخضر وتندوزوا لذاك المرق تنخليو حتى ينشف مزيان تنضيفوا ليه كاس ديال عصير الليمون ونخليو غير يبدا يغلي نضيفوا ليه معلقه ديال العسل اي عسل الحر ولا عسل يكون من النوع مزيان صافي وتنخليوه حتى تدغمر لينا مزيان داك المريقه وتنطفيو عليها تنقدموا داك الدجاج مع داك الزويتونات مع داك الحامض مصير. ممكن نقطعوا الحامضه مصيره على جوج تنخويو داك اللب ديالها وتنديروا فيها شويه ديال الهريسه ونحطوها من الفوق تتزين ونزينوا بالحامض هكا اشريطه ونديروا داك الدغميره من الجناب وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. هذا طريقه تحضير ديال الدجاج ديال الاعراس.